صباح الخير متابعينا، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. يتوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة، سيما فوق المرتفعات الجبلية. يتوقع أن تمتد في ساعات لاحقة من النهار إلى مرتفعات مكة والطائف، ومن ثم ربما بعض مرتفعات المدينة المنورة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة اعتبارا من ساعات الليلة القادمة وسيما فجر يوم غد الأربعاء. يتوقع أن تزداد فرص الأمطار في عموم المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة، وتشمل لاحقا أيضا ربما مدينة جدة، ويتوقع أن تبدأ حالة مطرية أن تؤثر على مناطق مختلفة من جنوب غرب المملكة وغرب المملكة، تمتد لاحقا إلى المناطق الشرقية والوسطى، تحديدا مناطق القصيم وحائل وشمال شرق المملكة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى القادمة، نبدأها من سكاكا 21-12، عرعر 18-8، وفي تبوك 23-12 درجة مئوية. المناطق الغربية في جدة 34-21، مكة المكرمة 33-21، وفي الطائف من 24-13، وفي المدينة المنورة من 29 درجة مئوية في ساعات النهار. طابت الصورة الليلة القادمة إلى 18 درجة مئوية مع فرص للأمطار في كل من مكة والطائف فوق المرتفعات. المناطق الجنوبية الغربية فرص الأمطار فوق عموم المرتفعات الجبلية في الباحة 19-11، أبها 21-11، وفي جازان من 30-26 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء من 22-10 درجات، الدمام من 22-12، وفي حفر الباطن من 18-11 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى تكون في الرياض 22-12، بريدة 22-14، وفي حائل من 22-12 درجة مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. للمزيد حول الحالة المطرة يمكنكم تحميل تطبيق تقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.